نادي قناة الأهلي في كل مكان. النادي الأهلي بيتخطى عقبة مونتري المكسيكي. النادي الأهلي كالعادة بيثبت إنه الأهلي بمن حضر وإن مع الأهلي مفيش مستحيل. ألف مبروك لكل الأهلاوية، ألف مبروك لرجال النادي الأهلي. الحقيقة كانوا بيقاتلوا لآخر دقيقة وقدروا يفوزوا ويتأهلوا لنصف نهائي كأس العالم للأندية. طبعا الحقيقة الأجواء داخل فرع الشيخ زايد مليانة بالفرحة والسعادة، ومعي في هذه اللحظات بعض أعضاء النادي الأهلي. طبعا في البداية برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، وعايز عارف بقى ايه رايك في اداء لاعبي النادي الاهلي اللي قدروا يحققوا فوز في مباراه اليوم برغم كل الظروف الصعبه. انا بقول الحمد لله رب العالمين، الحقيقه عملوا مباراه ممتازه جدا جدا، ورغم كل النواقص اللي كانت موجوده لكننا كنا واثقين في الفوز، وكنا واثقين جدا جدا في اللعيبه اللي موجوده، وكنا نتمنى يبقى في تاني وتالت لكن قدر الله وما شاء فعل. والحقيقة يعني ده بيثبت مقولات كتيرة جدا جدا بتتقال وبتتردد من زمان قوي 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 قوي، وكل يوم بتثبت يوم عن يوم ان الاهلي فعلا بمن حضر. الاهلي النهارده بينقصه ما يقرب من 10 11 لعيب اساسيين بيمثلوا مصر صحيح في منتخب مصر في مهمة رسمية في البلد، لكن الحقيقة الشباب عملوا كل ما يمكن انه يتعمل، وعملوا مباراة هايلة جدا جدا خططيا. وانا الحقيقة شايف ان نجم الماتش النهارده بيتسو موسيماني، وانا كنت واثق انه بيلعب الماتشات دي كويس جدا جدا جدا. والحقيقه ماتشات الوداد وماتشات الترجي والماتشات الثقيله كلها موسيماني بيبدع فيها ابداع كامل، والحقيقه ما اغفلش ابدا التنظيم الخططي للاعبين وادائهم العالي جدا جدا والتزامهم الكامل بكل اللي قاله المدرب. والف الف الف مبروك للنادي الاهلي، وده دايما عمر النادي الاهلي ما خذلنا، والحمد لله رب العالمين. يعني شفنا تألق كبير جدا من رجال النادي الاهلي كلهم، تدي لمين مان اوف ذا ماتش او رجل المباراه؟ ادي الطاهر محمد طاهر، تحركاته قدام بيلعب يمين وبيلعب شمال وبيلعب في النص، وفعلا انا عايز اقول حاجه، الاهلي بمن حضر. انت بتلعب بلاعيبه صغيره، انا بقول لكل اللعيبه العب، انت العالم كله بيتفرج عليك، العب وطلع موهبتك، العالم كله بيتفرج على البطوله دي، العبوا متعوا نفسكم قبل ما تمتعوا الجمهور. انت الماتش الجاي عندك بالميراس، العب قدامه، العب متع نفسك ومتع الجمهور بتاعك، الناس كلها بتتفرج على البطوله دي. بس كده شكرا. يعني طبعا لسه مستمرين اكيد في تحديات كبيره جدا قدام رجال النادي الاهلي في الفتره القادمه في بطوله كاس العالم للانديه. ايه الرساله اللي تحب توجهها للاعبين النادي الاهلي؟ والله احب اقول الحمد لله على المكسب النهارده، فوز مستحق جدا للنادي الاهلي، وعايز اقول لهم الفتره الجايه اللعيبه برده راجعه من المنتخب، وان شاء الله هيكون الاداء كويس واحسن. والف الف مبروك للنادي، والف الف مبروك للعيبه كلها النهارده، واللعيبه اللي حضرت على اللعيبه الصغيرين قدموا اداء كويس جدا، والف الف مبروك على المكسب هنا. يعني دي كانت لقاءاتنا يا كابتن ايمن من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. زي ما حضرتك شايف طبعا الفرحه بتسيطر وبتخيم في النادي الاهلي. لسه مستمرين معاكم في لقاءات حصريه على شاشه قناه النادي الاهلي ومزيد من الفرحه، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.